اخباركم كده بخير؟ السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا هو واش كتشم ريحه رمضان؟ اشنو رمضان؟ ريحه رمضان. رمضان كل ما اقترب للوقت ديالو كل ما كتزداد الرائحه ديالو، خصوصا الاجواء الروحانيه والاجواء الايمانيه. الحمد لله، يعني الاجواء في رمضان في المغرب عنده واحد نكهه خاصه. المغاربه مازال محافظين على بزاف ديال العادات، بزاف ديال التقاليد، وبزاف ديال العبادات الدينيه، فيما يخص صلاه التراويح، فيما يخص الاجتماعات، فيما يخص زيارات الاحباب والفطور مجموع، وفيما يخص النكهه ديال رمضان. يعني كل ما كيوصل لواحد الوقيته ديال الاسبوع قبل رمضان كتبدا ديك الاجواء الرمضانيه، يعني بنادم كيخرج يتقضى، وكتكون الحمد لله الحمد لله من طبيعه الحال حنا كنحسوا بهذه الاجواء. الناس كتفتقدها في اتجاهات اخرى، يعني الناس اللي مغتربين على المغرب كيحسوا بواحد الاجواء ناقصاهم ديال رمضان. حنا لا، حنا في المغرب مازال الحمد لله الناس كتحافظ على هذه الاجواء. وهذا الشيء كي الحمد لله كيترسخ في جيل مور جيل، وهذا الشيء كيعطينا يعني ارتباط المغرب بالهويه ديالو الاساسيه اللي هي الدين الاسلامي. والحمد لله هذا الشيء من فضل الله عز وجل ومنا ديالو علينا بالاسلام. ونتمنوا خير، نتمنوا يعني تحسن المعيشه، تحسن الوضعيه ديال الناس، يعني في هذا هاد البلد المميز، هاد البلد الجميل، هاد البلد الامن كما كيقولوا، واستقرار جميع المكونات. كيفاش كتشوف رمضان ان شاء الله وندخلوا في هذاك الشيء ديال الغلاء؟ رمضان تيقول لك كل واحد كيتمشى على قد طابلته، يعني كتجيبك قد طابلتك، يعني ماشي تحاول يعني تفرض على راسك شي حوايج اللي انت ما واصلهمش. انت عندك فلوس ديال غادي تقدم ميكا ديال 10 دريال، ما غاديش تمشي تشري قفوه ديال 1000 فرانك. كاين شي واحد في رمضان كيعمروا الطابل بزاف وكيبوستوا تصويره زعما في فيسبوك، كيفاش كتشوف؟ انا بالنسبه لي انا يتقدى، خلي الاجواء ديال رمضان تكون يعني طابله عاديه، و اغتنم هذه الفرصه، يعني اغتنم هذا الشهر الكريم في هذه الاجواء هذه، اغتنم هذه العباده اولا. كيف يعقل بان الانسان كتغرق الكوزينه بالمراه، عمرها في الماكله وتعمرها بسميتو، فين غتخلي ليها وقت للذكر الله؟ وهذا شهر العباده وشهر الروحاني، يعني خاصك تقرب فيه الله اكثر من اي وقت ما. هي خاصك تقرب فيه على طول السنين، ماشي غير افراد، خاصك تقرب فيه الله عز وجل اكثر من اي وقت ماضى. راه شهر روحاني هذا، يعني شهر اللي تنزل فيه القران، في شهر العباده، يعني خاصو بزاف ديال نحاولوا نخلصوا وقتنا كثير العمل والعباده. يعني العباده تكون هي الطاغيه، ماشي الماكله الله عز وجل راه امرنا بالعباده، ماشي امرنا باش ناكلوا. الماكله راك تاكل باش تعيش، تعمر طابله وفي الاخر كتلقى النفايات بانه طارو عامر وجناب طارو عامرين، وهذا الشيء كيضيع. وهذا الشيء تاثر على الاقتصاد، وكيأثر على المصروف تجيب، وكيدعيك بزاف د الحوايج، كتولي تلتجئ للاقتراض، وهذا الشيء كتولي تدخل في انت وليتي مخالف لذاك الشيء اللي كنت انت باغي في هذا الشهر، اللي غادي في هذا الشهر الفاضي. هو الشيء اللي كنتمنى الناس يقولوا رمضان ان شاء الله، وكنتمنى هذا الشهر المبارك سعيد، يعني يدخل علينا بالصحه والسلامه، والجميع جميع الساكنه المغربيه من شمال جانو، ومن طنجه للقويره، ومن شرقيه الى غربيه، من محيط البحر الابيض المتوسط، المغرب كامل ان شاء الله، والامه الاسلاميه كامله. ونتمنوا الخير ان شاء الله، ومازال الخير في الامه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لازال الخير في امتي الى ان تقوم الساعه. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. جزاك الله خيرا.